احمد فيك لبسه. اه مش واحد قريب. كيف الحال؟ دكتور مسيك فيرست تريب في تيبركل؟ اه في؟ الاسكلينس بس صح؟ الاسكلينس لا تيبركل من فوق. اي اه صحيح بس الاسكلينس تيبركل من ورا في؟ لا لا ترانسفيرس بروسيس. لا هو نفسه فيه تيبركل حق الفيرست تريب لكن هو نفسه عليه من فوق تيبركل. اي حق الاسكلينس حق الاسكلينس بس ما في حق يعني من ورا ترانسفيرس ما يرتبط مع السي 7 صح؟ لا 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 ما يرتبط. بصوا انا عندكم عشان اعرف كيف. شوفوا لي دي كده الاول نبص على الاكزيلا. الاكزيلا اهي دي العضله اللي هي السيرتاس انتيريور. بصوا كده هقلبها كده هيبقى ده الميديال وولف اكزيلا. ده الترانك. جميل واضح كده. وده الارم اهو وده الاكزيلا اللي هي المنطقه اللي احنا بنتكلم عليها. لو انا رفعت السيرتاس بالمنظر ده اتفتح البوستيرور وولف اكزيلا اللي قدامكم هنا اللي ظاهر دلوقتي السابسكابولاريس واللاتيش ماس دورساي. ده اللاترال وولف اكزيلا ممثل في الهيومرس اللي هي المنطقه دي. والعضله بتاعتي اللي بتبقى عليهم اللي هي البيكتوراليس ماينور. بالضبط ايوه واضح كده. طيب لو احنا رفعنا دي كده بصوا لي بقى بنعرفهم دول ازاي. عايزك بقى تمسك لي دي كده. ببص بعيني على عصب يكون ماشي في نص الارم بالظبط لانه ده هيبقى اللاند مارك بتاعك. هيبقى الميديان نيرف. امسك الميديان نيرف واطلع معاه. هيطلع لك باتنين ديفيجن. افتح كده. ادي الاثنين ديفيجن هم بتوع الميديان نيرف. ميديان روت. واضحين الاول ولا لا؟ ايوه ايوه. فين الاثنين نيرف؟ اه الاثنين روت. ده لاترال ده الميديان روت وده ده الميديان ناحيتكم. وده اللاترال. اللاترال هيطلعك على اللاترال كورد. اللاترال كورد الكونتينيوشن بتاعه ماسكولو كوتينيس. بس ايوه. وضحت؟ هيخش بعد كده على الكوراكو براكياليس وبعدين هنكمل فيه بعد كده. طيب نطلع تاني مع النيرف. النيرف بتاعنا اللي هو الميديال روت هيطلعنا على الكورد اهوت اللي احنا بنسميه ميديال كورد. الميديال كورد اللي هو ده كل ده. أيوة. شايفين ده؟ طالع منه عصبين اهم. واحد تخين واحد رفيع. التخين ده اللي يهمني اللي انا ماسكه ده. ده الالنر نيرف. الصغير ده الميديال كوتينيوس نيرف اوف فور ارم او ميديال كوتينيوس اوف ارم. المهم ان هو كوتينيوس نيرف. ده حرف الام او المنظر اللي احنا بنتكلم عليه وظاهر قدامكم اهو. نجيبه من عند الميديال نيرف وهوريه لكم في عينه ثانيه دلوقتي. ادي روت وادي روت. ادي روت هيطلعني لللاترال اللي يبقى اللي انا ماسكها هنا في ايدي دي اللاترال كورد اهي. وضحت كده ولا لا؟ اه. ادي روت ثاني اهو العصب بتاعه اهو. ميديال هيدخلنا على الميديال كورد. ادي الالنر نيرف. اشيل كل الكلام ده على جنب كده واقوم باصص كده لتحت الاقي في عصبين طالعين عندهم. شايفين الاثنين؟ خلاص انا حطيت ايدي على اللي كنت بشرح فيهم اهم. ده الميديان والالنر فاهمينه ولا لا؟ هنا في عصبين ظهروا عندهم. امسكهم كده اعدلهم. هتلاقي واحد طويل تخين واحد رفيع او واحد اقصر منه شويه ويختفي في الاكزيلا. ده الاكزيلاري نير وده الريديال نير. واللي تحت صباعه دوت اللي احنا بنسميه البوستيريور كورد. في وسط الكلام ده كله بيطلع لي الارتري بتاعنا اهو. اللي اعرفه انه في اليومن اهو ده الاكزيلاري ارتري. احط على الكلام ده البيكتوراليس ماينور واحط عليها البيكتوراليس ميجور يبقى انا قفلت على الانتير رود اوف اكسل. حلو فاهمين ولا لا؟ سلامات مالها رجل. الله يسلمك. لا كوره بس. لا كوره ماشي تنكسر واحده تحت واحده فوق. ليش بتلعب كوره؟ شو سوي ما تلعبش كوره العب اكسل. ان شاء الله. شوفوا ده الف لا باس عليك يا ابني. برضه هناخد نظره على ده علشان اعرف فين العصب بتاعي اللي منه بقدر اتحرك. الميديا اهو داخل في وسط اهو. اطلع منه على فوق وهشد دول كده عشان ايه اعرفهم من بعض. امسك لي النقطه دي. النقطه دي بس اوعى ايه ده. لا انا عايز الطرطوفه دي بس تمسكها لي. هذه عشان هم يشوفوا الباقي. تهزر قصتي. من عارف خير اهو. ايه رايك في المنظر اللي شايفينه ده؟ هذا الميديا النير. ميديا النير هذا اللاترال روت. هذا الميديال روت. الميديال روت هيطلعنا على اهو القطعه الصغيره دي. دي الميديال كورد والكونتينيوشن بتاعها الالنر نيرف. واضح دي؟ اما الجزء الثاني شد كمان معايا شويه. شد هذا اللاترال كورد. سيب ايدك بقى خالص سيبها.
الحته الصغيره ديت ادي اللاترال كورد اللي احنا اللاترال روت انا اسف بتاع الميديان نير ادي اللاترال روت هيوصلني لللاترال كورد الكونتينيويشن بتاعه ماسكولو كوتينس. اشيل الكلام ده كله اقول له تعالى لي على جنب كده اهو عشان افتح الاكزيلا اكتر هيطلع لي عندي هنا اهو اثنين عصبين. امسك الحته كده الميديال كورد امسك الحته اللي انا كنت ماسكها بالظبط اهي عصب كبير اهو ده اللي هو الراديال وعصب ثاني صغير اهو ده الاكزي اهو شايفينه ولا لا ده اللي هو الاكزيلري. ارفع ايدك بقى خالص ها والترانك بتاعته ايه ده البوستير كورد اللي هي اللي فوق اتركه شايفينها البوستير كورد شايفينها ولا لا حد يشير عليها من بعيد بس هي دي البوستير كورد والصغير اللي طالع تحت يد هذا ده الاكزيلري والكبير هذا الراديال. ارفع الكلام ده كله والاقي حاجه ليها اليومن مفتوحه اهي الارتري ده الاكزيلري ارتري. اسيب كل حاجه مكانها واسال دي مين دي السكابولا ومين العضله دي ده السب سكابولاريس دي السب سكابولاريس وفي كان عضله مقطوعه عندها هي ديت اللي هي التيرس ميجر واسيب ده كله تحت على طول الترسايه. مين بقى المقطوعه هنا دي شايفين في عضله مقطوعه دي التيرس ميجر كانت موجوده هنا وكان مفترض فوق هنا المقطوعه المينر ايوه في المكان ده بس احنا بنتكلم على اللي موجود مقطوعه. نجيب الصغير ده وبصوا كده معايا ركزوا في الداخل هنا هتشوفوا حاجه عضله صغيره خالص اهي المينر اللي قدامه يرفعها لتحت كده دي الماينر اتفتحت قدام الاكزيلا في حاجه ماشيه باللون الاحمر في الداخل اهي الارتري اهو ده الاكزيلري ارتري. ارفع الكلام ده كله دوس على ده عشان ما يجيش عندي ده ده خلي شايفين انا برضه ابحث على عصب في نص الارم بالظبط اللي هو ده ده مين ده كده دلوقتي الميديان ميديان نيرف وهمسك ده كده معايا علشان بصوا اطلعوا معايا كده مع الميديان اطلعوا مع الميديان اثنين لاترال روت وميديان روت لاترال روت لاترال كورد ماسكولو كوتينيوس يا سلام ميديان روت ميديان روت ميديان كورد ميديان كورد على الارنر تحت الارنر نير يا سلام. شيل بقى الكلام ده كله كل الكلام ده شيله هتلاقي الارتر اهو وفي حاجه ظاهره من ورا الارتر ظاهره اهي ده الريديال الريديال. طب عايز ادور على اخوه اخوه اهو اخوه اللي هو الاكزيلا اللي جاي للهيومرس كده اللي هو شايفينه الاول ولا لا اهو ايوه ورا اهو ترى يدخل الاكزيلري ارتري اتقطع كمان اهوت اهو ده الريديال نيرف واللي رايح لناحيه الهيومرس الهيومرس الاكزيلا ده الاكزيلري واضح كده. اذا عشان انا اعرف الكونستيتيوشنز بتاعت الاكزيلا لازم اجيب الاول الميديان نيرف والميديان نيرف يطلعك على روت وروت روتين الروت ده يطلعك على الميديال ولا يطلع على اللاترال. مسكت اللاترال انزل معاه ماسكروفتينس مسكت الميديال انزل معاه النر. ارفع الكلام ده كله على جنب هتلاقي عصبين واحد قصير واحد طويل اللي هو القصير هو الاكزيلا اكزيلري والطويل هو الطويل هو الريديال. في حاجه في الموضوع ده شوف العسل شوف الفخامه كلمتين مرد غطاء. المرة الجاية بقى إذا اتفقتوا على ميعاد أقول لكم كلمتين النظر على الموضوع ده أعرفكم أكزيلا باونريز أوف أكزيلا أنا عارف إنكم عارفينها تحفظوها أكتر بشكل بسيط من غير ما نخش في مشاكل كتيرة. اللي أنتوا عايزينه ما هو قال لي هيتفقوا على ميعاد وهيقول لي لا 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 أنت تقول نحفظهم اللي بشكل بسيط اللي أنا هقوله يعني الأكزيلا الأكزيلا والبريكل بليكس اللي إنما ده اللي أنتوا شفتوه ما هيزود عليه كلمة في العملية واضح؟ واضح؟ يلا الاوريجينز مطلوب. انا اسف طبعا اللي حصل النهارده. لا 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 عادي شكرا ما تقصر ولا دكتور. انا كنت موجود الصبح مع زمايلكم ما كانش فيه مشاكل جيت عادي لكن 11 ونص جات البي بي ال 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 الاوريجينز لكل نير مطلوبات ده مش مطلوبه ده قاتله ده ملهاش حل اسمه روت فاليو تمام. الاوريجين بتاع العصب اسمه روت فاليو اللي هو تقول لي 5 6 2 1 بس مين بقى في المحاضره هقول لك مين النيرفس اللي تحصل تحفظ الروت فاليو بتاعه لان ده المهم اللي عليكم وفي الاوبجكتيفز اللي عليكم اللي هو لما في نيرفات صغيره زي اللاترال بيكتورال والميديال بيكتورال الميديال كوتينس اوف ارم الميديال كوتينس اوف فور ارم اللي هم الترمينيتك هم المطلوبات الترمينيتك هم المطلوبات الايه الترمينيتك لا وفي حاجات ثانيه برضو مهمه زي اللونج ثراسيك نيرف دول سبب نيرف اللي حاجات صغيره لا بس كده هقولها لك هقولها لك في هقول لك احفظ ده وده 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 ستة او سبعة احفظ له الروت فاليو بتاعه اللي هو الاوريجن تمام دي واحد اتنين كل عصب لازم تعرف الانسر السبلاي تبعها انرفيشن لمين هو عصب ايوه موتور لمين ايوه عضلات واحد اتنين تلاتة اربعة سنسوري السكن القطعة السكن اللي بتاخد منه انهي قطعة الجوينتس مين اللي بتاخد منه لو حصل له انجري ايه اللي هيحصل
لو انت حافظ موتور العضلات اللي خدت منه والسكين اللي خد منه اضربه، قول بدل ما تقول سبلاي المصل كذا وكذا وكذا، قول باراليزيس اوف كذا وكذا وكذا. لو قول بسبلاي السكين الفلاني، قول لوس اوف سنسيشن من المكان الفلاني. وشكرا. شكرا دكتور. دكتور استفسار اخر شيء، لازم احفظ الانسيرشن والاوريجن للامصال اللي تغذيها العضلات؟ ايه المصل العضلات تعرف انا العضلات ولا الاتاتشمنت بس اقول كذا؟ لا العضله تعرف دي اسمها ايه. انا بتكلم الوقت على العينات اللي قدامنا اهي. دي مين؟ بايسبس. مش هسالك اوريجن وانسيرش، مش هسالك اوريجن وانسيرش، هسالك اقول لك نيرف سبلاي واكشن. حلو. انما لما اجيب هيومرس احط لك، هظلل لك في مكان فيها تكون اتاتش، واقول لك مش هقول لك اتاتش، هقول لك المكان ده ماسك فيه ايه. حلو. ومش طالب منك تقول لي المكان ده اوريجن ولا انسيرشن. قول لي بس هنا بايسبس. حلو. قول لي هنا كوراكو براكيالس. قول لي هنا اكستنسور كارب رادياليس لونجس بريكو رادياليس. قول لي العضله اللي ماسكه في المكان ده بدون ما تقول لي ده اوريجن انسيرشن، بما يسمى اتاتشمنت. حلو. شكرا دكتور. شكرا جزيلا. طيب كم دقيقه؟ خلاص والله.